السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم التقنية أسرار. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكون أول قناة تقنية عربية تقوم بعمل أنبوكسينج أو فتح لصندوق هذا الهاتف أوكيتيلكا 10000 برو. فتابعوا معي الحلقة بعد هذا الفاصل القصير. التقنية أسرار، عالم تقني بلا حدود. أولا وكما لاحظتم أن هذا الهاتف يأتي بعلبة كبيرة، يعني يمكن أن نقول أنها أكبر علبة هاتف ذكي في العالم. علبة كبيرة حتى أنني دفعت عليها الجمارك بسبب حجمها الكبير. نفتح العلبة، تأتي بلون أسود فقط. هذه علبة الهاتف. أولا وكما تعرفون هذا هو الهاتف أوكيتيلكا 10000 برو، يأتي بالمعدن من تحت وبصمة الإصبع في الأعلى وفلاش وكاميرا وبيت كفر للهاتف لين يمكن ثنيه وذو جودة جيدة، أفضل من البلاستيك الذي كان في الكاع 10000 القديم. هذا هو الهاتف. نبدأ بالعلبة الأولى. هذه علبة كما ترون تحتوي على هذا البيت للهاتف، يأتي بحجم كبير قريب من الهاتف. هذا البيت شبيه بالبيوت التي كانت تستعمل في هواتف نوكيا القديمة التي كانت تحتوي على أزرار. نضع الهاتف هنا ثم نضعه في ثيابنا، من هنا نقفله. هذا العلبة الأولى. نفتح العلبة الثانية، نجد هنا هذا الدبوس الذي نضع به الخط الهاتف البيانات. هنا يوجد هذه حماية للشاشة لكنها ليست قوية. يوجد هنا الحماية للشاشة القوية التي هي ضد الكسر. هذه نصيحة تضعها فورا عند شراء الهاتف. وهنا يوجد الكتيب الخاص بالهاتف وكذلك ورقة الكفالة. العلبة الثالثة هي الصغيرة. هذه يوجد بها كابل اليو اس بي كما تعلمون من شركة أوكيتيل الأصلي، وهذا كابل الـ OTG الذي يمكنكم شحن هواتف أخرى من هذا الهاتف. والعلبة الأخيرة كذلك صغيرة، يوجد بها الشاحن. هذا شاحن سريع كما ترون 12 فولت، يشحن بشحن سريع ويمكن شحن هذا الهاتف بمدة قصيرة. هذه هي أنبوكسنج لهذا الهاتف الرائع. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من هذه الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.